عطش قد صبرت ويا اهلي العراق على بغداد مهما الحزن طول. مرحبا، حاب اسلم على كل جمهوري بالعراق وقول لهم انه انطروني براس السنه هالمره ببابل. مبسوطة كتير إني رح كون موجودة ببابل لأول مرة بقاعة نورسين. كونوا كتار، بحبكن كتير كتير. نور عرق سوسي. لازم تعود معانا الله وترد أحلى من الأول. تسألني وشلونة وشلوني من دونة الله. عوائلنا الكريمة، إن شاء الله رح ننتظركم في عيد رأس السنة يوم 31/12/2018 في بابل على قاعة نورسين. أخوكم الفنان أحمد عبد السلام. من قبل ما ترحل انتظروني إن شاء الله بعيد رأس السنة 31/12 في بابل في قاعة نورسين الحلة شارع الكورنيش مقابل فندق بابل. انتظرونا بحفل رأس السنة إن شاء الله بقاعة نورسين بالحلة شارع الكورنيش مقابل فندق بابل. هلا عيني شكو ماكو، هلا يا محمد شاي الغداري وانا من عماري اقبل الطياري. والتقدير لأرب متابعي بيج سنتر مصمم الأزياء أحمد البديري الواقع بابل حل شارع الجمعية مجمع اسطنبول التجاري مقابل مطعم سنودروب. كل ما هو جديد وحصري من بدلات زفاف وبدلات ألوان وبدلات حسب